بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذا سيرا بردوا باسي آداب خطبة معك دوا ترديت سر أركان كاني خطبة والآن بيجي بشينا سر أركان كاني خطبة بختيق لسر صفتي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قساكين كبراسي قرنقة بزانين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبي شون بو كبه هي أو خطبة نوا جهاني قوري خطبة كاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كاري قريبة لسلم سلمان النبو بلكو لسلم جهاني أبو وجمعة قورترين شعائري مسلمانانا وقورترين شعائري إسلام هيج دروش ميلنا ودروش مي عبادتك أنا بقدر جمعة قورانية وقورترين كوبونوي مسلمانانا لحفتيك هيج كوبونوي كي مسلمانان جقا لكوبونوي جمعة حفتانا بقدر جمعة قورانية وبقدر جمعة قرب على غنية ناوروكي بابلين جمعة شيا جوهري جمعة شيا خطبة كيدي قال بيته خطبة كي هيجنا بيه جمعة كي هيجنية فشل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمو ديك أفرمي ما حسدكم يهود أشد على الجمعة والصفوف والتأمين أفرمي يهود بقر لهيج تيك أزور حسودي تان بينا با لسيش تان بي يكاميان جمعة دوميان ريزي نيوج سيميشيان آمين كردن لو سيانايا لراد بدر يهود بغيلة بمسلمان و تارا دي جيشتواني ويتي او سيانا لمسلمان تيكبا تويسر شو مزقو تكان وتنانت آميني دواي ولا الضالين كإمام إخواني همي بيكوني كم مزقو تي همي بيكوني بس يرجع لواء أميت ياش ولا بروي هريك وبهواي خويك أو برور دل سر وبابتعن النما ودروس كدني خالك وتربي داني ده تريش شو صار ريزكان ريزكان إيش بهما شو تي أقدرهاو عندك أس أجر بيتو فرمو دقي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيق بكاء خوي وات ما شاك على دين درج وكافر م استو واتصلوا اتصال شيء يلصاق الجسد بالجسد والرجل بالرجل ديتي لا غاندني بي با بيو شان وشان او اتصالا اعتدال الشيء ويكريك يقبل باش بيجنا كون اي وجنا بين لنا وخلقا هر او امام اخويا الله استو واتصلوا يرحمكم الله كتي سيركي نيوش كان غاني دو اخوي بقسينا غن خوشي وراي هنا ون بقسينا غن الله يقدر اتصالك هبي وهابيت وهابي واكو نيلقاتي برقاتك كخوشي فرماني بيجا وحديثي شا أو قسيش كاوي كلا بيجدا بسنين يجا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما استوى واتصلوا بصحابة كان ويتلو أبو بس في الندبو يما ويسألك يا أمر يزش يانت يقدعو ودواتري اجتمع شاكي جمعة شانت يقعو جمعة انت يقعو بچندها بلان مثل هر لداناني خطيبك بيدينو حتى وكو تيقداني او جاقانيك خطيبك باشي لي سيركي جاقاك خطيبك باشي لي بچوار دوريا پينش خطيب دانين جواي بادو پينش خطيب دانين قباني لسر دروسك وما وي من خطبة ما نبو كون والله خطيب لچوار دور من تنها هر روانا ايشيان بو قبان لسر خطبة كاني اما دروسك شوش خطبه خواني أنا أبو ملت بالوردة كانوا ملت في أبجين وما بعد. أشون جوان ليه ما قدو ده هات نوا خطبه أنا سريع معه. تأسس شر برد وامن أروح كان جوا قدمي أنا خطبه لسريع معه. لا كل يعني ما هيك ما نباش نكرد بيه وما نباش كرد وك خطبه ما لا خطيبة كافر كانت يجاو. باشا خصوصا إن الحالات دفاعية الحالات هي هجوم يعني ما نشت.
بينا وروكي جمعة جوهري جمعة بريت يلا خطبة خطبة كفاشل بو جمعة كان مي فاشلي أنا يهوديش حسودة بخطبة بو يوهمو خطيبة لارو يرد دروس كرا أو بتيقداني مصبانا لبر أو خطبة يكا خلقوا بيتو من بردان ده وواجب لسر همي بيضان به همي لبر أو خطبة و لري خطبه و خلقي هو شعرك ريتو اقدارك ريتو فيرك ريتو براسي عندك ازال لخطبه جمعه ناتواني كسفيرك وقسيك بطالة وقسيك بطالة افرد يقف فرميس سورتي قاف من لخطبه جمعه لدمي رسول الله لبركة صلى الله عليه وسلم كواتا لخطبه ابلا يتواني خلق فيرك تواني بيب جيني لبركرني قرآنش بيقشتني خوشي دروس بونه خوشي هزاران کس لری خطبه گراونه تو هزاران کس لری خطبه به دین بود کته ک خطبه که فاشل و ان جور دورده برو فشل روشتو بینه ر پیشای خود جمعه نس یا صد مزگود لم شعرای خطبه تی اکر سی صد ما وصای عینی چاک لسر سنت خطبه بن خمی دین بخون خمی مسلمانان بخون به به حزباتی به به گروپ چتی به به تاقم جدی و ملت چی لیه چن راسه بتو زور فرقك زور راسبته والله مرة أمس يستطيع هل يكبو حزبك ولا أنك وبو جماعتك وبو جروبك جاء لقل أوشا هندي كان هر خوي لخطبك خوي تي أنا قاتشيا نوق أمان جي به هدف يا به تخطيط دارج كبل من بم خطبة أنا أم أما بجورم أما أوشا كم أما أبرها ما كم بي أما ويا أنت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نك خطبة كاني بلكو هر قصي أسايشي همو كلمة هي هدفك يا أبو علي همو شيء هي هدفك يا أبو علي بوي سيرك إيه وتكاني وشكاني من سراته وحديثه بشكل الذين كمان أصلي دوما الذين كمان إمامي همو خطيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوه في الشوائي أوان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي واجب لسريان لو في الشوائي أو بهرمان بنوكو أو خطبة بدن هر وقت شون او که خطبه ده همو عرب سرده دواتریش با فارس و روم و حسابی هم با خطبه کانی اگر انسانی مسلمان خطیبه اگر راس که شون کوتی رسول الله بی صلی اللہ علیہ وسلم بی حساب با خطبه کانی بکره لبر بکره بوت ریتو نک لبیر بکره نوت ریتو خطبه خطیبه چند ساله ده ساله لبو پیجی آویتی استش خلقی لیتو استش لیه داتو استش بلایوی کاتو بولا بروي لوايا شين رسول الله كوتو صلى الله عليه وسلم خطبة خطيب جاء وتيتي وهر وبجير خاله كذا زين ليش لبروي بوشين أبو كرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بدأ طبعا باسي خطبة ناكين هزلية خلق بويا معه ولا لا باسي خطبة ناكين لمصلحتي جماعتي أبو أبوي خلق ما أتولى لا بس هو خطبنا هنك أبو إسلام دراوة شوازي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بدوبه شو بشك يبيه وتري شوازي فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك يبيه وتري شوازي قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لروي جستوى شون بوا بكر دار شون خطبة دا ولا روي قولي شو وتوت شو جورا وتيكي وتو تاركاني بيك هاتبون لشي او شوازي كبابلين شوازي فعليا لا حديث كان هاتوا فرمي كان يخرج من بيته وحده اذا راهم اجتمعوا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لاهات درو برو مزقوت كوتري بتنيا يعني سندنية ولما لاهات درو خلق بدوى توبه وخلق الاقلاب بتنيا هذا درو وكل سنني بها قياته وفرمي كاتيجي جهات درو كايبيني وان كوبونا توتشكات بعد الزوال لدوا الى داني خور لنا وراسي اسمانا كايبيني وان كوبونا تو هات درو لما ركيو راس تو خبرو كي روي الى المنبر برو من بركي ببيوي سلامي تشوننا ومزقوت بكا لدرجة مسكوتو
او لا حجره كان يوم شيء يجوله وببي اوي نيجي تحيه المسجد ياشتي له باب تفكا هيج نيجي هنا هك بسنه امام كاتك شيت جوره لجمعه ككاتي بانغ به سلام بكا وبانغ بدري وخطبه داس بكا نك بروات جوره داني شيء وسيدي خلقك ونيش بكا قسلا قال خلقك انجا دعي خطبه بنا وسنه دنيا بوياويك جراوتو أفرمي راستو خو برو منبر أروي يقف في الدرج التي قبل السطح لسر أو قادر ميا وستا كبيش كوتاي منبركي قادر مي دوامك لي يكم لي دوام لسر يا وستا يستقبل الناس بوجهه ويسلم رؤيا كذا خلقك ويو السلام عليكم ورحمة الله ثم يجلس على سطحه دواء لسر سطح كذا يعني يشكب ليس يمو قاشي لسر بلي دواء حتى يؤذن المؤذنة تأكو بانج بيش بانج أمامي سنتي كذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوت فإذا انتهى الآذان قام كبانج طواب راسه والله ساعة سربي أتولى هندي وبلين فرمداك أفرم يقف مهلة توزق واستاس هيري خلق جيجر يجري دسكاب وتعال أواش لرويد رنزاني وعلي وسير كردنا بيته هو ويكا أو خلق همي سيري بكا وهوشي لا وبيت هذا سكاب بقصة نجيك سرت ودسكي بقصة هندي كذا جاي لخويني لما عاد تنكتوزك وستايلا لما خلق جاب بيضانية مي سيريا كاتش عواري يقصب كسيك كزور جرنجي بو دابي حجاج يوسفي ثقفي بو زور جرنجي بو وستانا على بيش خطبة يعني ومو خطبة على وستا جوان سيري خلق كي يكر بلا مو بو ني يكر سنة بي بو يكر خلق كي بترساني خلق كي ترسان بي بلان فرمي مهلتي قوسا ودواتر يخطب قائمة ببي ودس يكر بابو ثاردان وتاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ببي وابو آياتك جاماجي بيكا وتركوك قائمة جيقالو إلى فرمو دكاني شهاتو دواءو دا أنيشت كخطبية كمية دا أنيشنيكي كم جلسة يسيرة خفيفة ولا يقول فيها شيئا دانشتنك دانشت كم كرت هيتشتكي شيتيا ناوت نهات ويتشتكي تيا وترابع ابن عبد البر أفرمي بدواي أم بابتايا رشتم نهات ويتشتكي وتبع دانشتنكشي بهمان شوي دانشتني يكم بو يعني يقعد على السطح ويضع رجله على الدرج الثاني دانيش لسر بليس يمو قاتل يعني بردا وسر بلي دوم وش هو دانيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ أحيانا على عصا أو قوس أو عنز أو سيف عند جار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكاتي خطبايا يا غوتشانيك يا ابو خويا دا بسريا ياخذ شمشيرك ياخذ كوانك ياخذ عنزك اشتي له بابا ثاني يا ابو خويا دا بسريا بوشي بو يدز زور نجوراني شافعيه فرمي حكمه لبك علاني اوانيا نجولاندني دس زور لبرو اما بابا تش اگر هي شي بينا بي باسي كر خوي سنه دسي راسي لسر شفي داني ياخذ دز برد ذاته وبخواره هاتوك افرمي وكو عماري كوري رؤيب افرمي لصحيح مسلم ولا سنن الترمذي هاتو افرمي كان يشير بيده اشارات خفيفه باصبعه المسبح افرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدستي هندك اماجيك الهندجه لو تاركاني يعني دستي راستي جولاندو
پنجی شاعت مانی زور جار آقای کدوم آقای کدوم لریوایت که ابن عمر فرمیه لکاتی و تنی اللهی پنجی ابر ذکر دو و المنکب تبیتی قال الله آقای یقول الله آقای اوش بوچیه بو انتباه آقا در با ما کلامی الله کوی بلی با خلق کو عالم وكان إذا أقبل عليهم أقبل بجسده لا يلتفت التفاتات فرميجر بيستايا سرنج بدأ سرك وملك نأتوا هراوا بسرا أوريان بوبات أقسام بل كبه همو جسمي همو جسمي رؤيا كذا أم لا همو جسمي رؤيا كذا لا همو جسمي رؤيا كذا بيشو نأتوا بسرا أوابكاو همو جسمي يشولا وانا قربيتو ام لاولاي من برجيره بنات وانا مو جسم جولاني بدا سلسلي داني وسري بين تدرس ايام لاولاي اواج بو خطيب جواني ومن بر لسر سنه دروس كري وتارج لسر سنه سر ادري واذا غير من برك لسر سنه بنات وانا عشان كتايبه وتاركي دومي هناو و دو آوا دا بازی بونیش کردن. اعتیادی دا بازی بونیجی جمعه. اما نه سنتی فعلی رسول الله بن صلی الله علیه و سلم لخطبه. جلو برگی لخطبه. طبعا معلومه که رسول الله صلی الله علیه و سلم جلو برگی تایبتی هب و بجمعه. جلو برگی تایبتی هب و بجمعه. بلین عبای تایبتی هب و جلو برگی تعبتی شیه بو حتی امام عمر با قرآن کان یود لجمعه جلیس بی لبرکن و خوشی رسول الله صلی الله علیه و آله فرمی علیکم بالثياب البيض و کفین فيها موتاكم جلیس بی لبرکن و مردو کانش تانی ثياب نجن یعنی بکن کفنی مردو کانش تان ولی مسام رو خلق بزویر و کفن کبا کاریانی و رسول الله صلی الله علیه و آله به طبیعت حزیلا جلي خريبو ياخذ لوكا ودواني لبركة جلي تري لبرنا عكرت لوكا ياخذ خريبو ودواني زول لبركة وأشي فرمو يكلا ايوان ناتواني دو جلي تايبتي هبه بوجمع لبركة جلقا لو جلعني كبردوامي لبرياتي وبنصي فرمو داعتوا داعت رباس يكين والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جلو برقي تايبتي لبركة لا جمعة همو جلو برقي كلا برنا أكر حتى إمام عمر جاري كان جلو برقي كبينة لبردم مزقوتا بي فرمي خوزقا أتكري لبرقي أكر بو وفدا كان وبو جمعة كان وبو ججنة كان كواتا جلي ججنة كاني جلي وفدا كاني جلي جمعة كاني جاواز بو لجلي آسائي وبنسبة عمامة شوى كان يخطب عليه عمامة سوداء أراخ طرفه بين كتفيه أرجل حديث صحيح هذا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم متاريدا حماميك رجل السرياب وبلككي بنيوان شانكانيا بردابو هاتوا دو بلكيش بو بلككي ناوة بيشو بلككي بناو شانيا بردابو هاتو شيك بلكيان يشتوتو لبيشو للعي راستيو وهاتوا عمامك يصوز به هاتوا سبي به هاتوا رش به وهاتوا عمامي بيونا به بس كلاو به قلنسو بس كلاو هاتوا شكلاوي بيونا به بس خمار به عمامك بكراوي وكل تشك بسريع دابه كو عادة للسفر على بيابان او ايكردوبوي قرمانا علشان ملواني ابو سيشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمامي بستوج اللي لبر كردوه انجات شوية تسر من بل بويا سنة جوانترين وباشترين جلو برقي كان لبرابي يدري اسا امرو اگر دي خد بي زور بي ما مصا كان فيه بوانا نال او يمينيتو سنة قولية كان بيجا مشتيا جابيري كوري سامورا فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته قصرا ياخد خطبته قصدا وصلاته قصدا
فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعة هم خطبك هم نيجك هردوكي بخد بو قصد يعني كرتو بخد يعني يكتفي بالمقصود يعني اوان ديك بيويز بو ورا اوان دقسيكر اوان ديك بيويز بو نيجك شهر اوان ددريجكر چانا بيويز بو اوان دقسيكر اما چي مان بيالي تو نابي بلاي خطبة إلا أبي كرد بي نخير خطبة أبي بقر بابتك أو بي كبابتي دياريا كي قسي لسرب كي لخطبة جمعة أبي بقر بابتك قسب كي زياتر لونا كزياتر لو بو أو خطبة كو قصني بلا ما بي أقا دار بين بابت هي بابلين چند بابتی که لنا بیکه و بیک خطبه باز نکری و بیکری باز نجیره سمن بمی تفاصیلی ارکانی ایمان باز کم و باز نجیره باز کم نا به هول بم همون تفصیلی که لیگو تاره باز کم چونکه وقتا و تاره که دو ساعت بیچه بانی عصر یاد و طاونه بیل خطبه نا به هول بی جمعه ركني إيمان بالله بس كي جمعة إيمان بالرسول جمعة إيمان باليوم الآخر ملائكة أو قدر قريبهم نكهم يبكي بيجودار أقل بيكي بيجودار هالفرياي بابا تكاكي بمجملي ببختي وبكرتي كلامات يو إجمالا زرر بعلى مش كي عندي كاس عندي شد بوي هضم نكري ونتواني أقلعي كاتو بوي كعلى خد بي قصد بو يعني يكتفي بالمقصود ما بس تيادا بدس ولا بابا تكا او ما بستك كما تاخذ خطبه ببي بابتك كما بست باب هذا سوا بابتك دريج بو بشبشيكي بابتك كرد بو بيكزار باسيكي و نيجك شي قصد بو يعني نيجك شي او انديكي نيجك جواز به لسر سنه به طا نقوكو شو نيجكاني دريجي كاتو بالمون يا وكو هندي نيجي تري كرتي كاتو نا ايش قصبو و لحديث اجي جابري كري عبد الله عائشة خاتونا فرمي كان اذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم هركاتي خطبي بدا على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه هركات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي خطبه بدايه دنگي برزبو يعني خطبه بدنگي نزم نادره خطبه بدنگي نزم نادره خوي لمخاطبه وهاتوا خطبه لمخاطبه وهاتوا خطب يخطب اوا خطبه ثانيه مخاطبه يعني سكاني اوندا برا او اندا بلندا او اندا تيجا اتشتنا وقلاي هوش يو انسانو نكخه واللي يبخى خطبك وكل اي لاعب بويا ام خطبه كبتي بيجيني بقلاي ناخي انسان باشا ايماني زيابكي و هوش یاری بکی تو به هوش خوی آبیه نی تو پیش سکه بدنی کی برز بیله و یه فرمان دنی برز کند او امر ولی مکبره هی پیش نه کدنگ برز کی تو ایلا وساش مبلغ ها بو رسول الله صلی الله علیه و سلم لنامز گفت آم مبلغی ها بو چن ریزک ل دو ریزیه کم و کسانگ سکانی ویان گان باعث دو آر حکمی مکبره هی تبلیغ حکمی مکبریه. دی هر دنگی شی بر ذکر داو. هر دنگی شی بر ذکر داو. حتی هاتوا فرمی جاری که آن خطبه داد لسر بین بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خلقی بازار هات نبزن باشی رسول الله صلی الله علیه و سلم وند دنگی بر ذکر داو وند بطنی بانگ که. که ای فرمو انذرتکم النار انذرتکم النار چند جاری دوباره که داو زور مدنی بر زیله. إذا خلكي بازاري على بزاني الرسول الله صلى الله عليه وسلم بوعك خلكي بازاري يهود ونصارى وأنا ما بسيم صلوانا نية شو كمان لن يجن
بس يهود ونصارى أكثر كبستيانا ترسيان لينشتو كواتا يعني سنة الضنق برس كيتو حتى ضنق وكشوية قا وبع بيزان ويهل ما خلطين بهم دي ملاي رومانسي وبميو علوج كالين ولا بيز بقي راكير ناك هاوار هاوار ناك شي هاوار هاوار خطبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكذن بخطبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرة أي شون وتاريا ضنقي برز طبعا ضنقي برز لمقامي شيا إنذارة لمقامي إنذارة ويفرمي واشتد غضبه توربوني زيايك كتوربوني خطيب زيايك توربون لسد دينك توربون بيلا أشخاص طبعا هو هاتوا بجمعة ولا هو خطيب هاتوا هم يخوشي هم يرزي لي أجري هم يجوي لي أجري و نا قنجة تورق إلى خطيب يقبيت ومو جمعة يبريني وساعات قصبوك نيش ديو خطيبك باشيش بما دام خوبة طبيعة خوش ناوي ورق اللي يتي وحز بينيا تقنا جيب وجمعي باشا بوي أو خلقك هاتوا أو خطيبي خوش وخطيبش كقسام بوكا خوش يعني خبي ديني واني كواتا توربونك إلى وخلقنيا توربونك إلى ودينا باشا توربوني جبوا دين عبادته بوي على هاوار هاوارك عبسر وخلقا تراب يا لو خلقا قيجينا بو خلقا وهنيه وخلقا همي ابي خوش اي جواني خوش اگر خوشين وين ناتش لنا ويانا بو تاريان بو اي تربونا كي بو تشبو دينا حمي بو دين خو رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر ما يشتد غضبه صحابي داما وخو اجي انا كتقول له بردم يا بقرا همي بشتي انا غير همي لقال يا ابن همي خو اخوي كلمه كي ويان بو بي بيستن همي بروح ومال وب جانيا لفي لا خدمتي ابونا اما دمنا من في ذاك وعينا كما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان تورنا اكو غيرتي وسردينك تورا وهم خطيبك يجهر اگر تورا ببيع نسرور بازار وما اگر خطيب ابو هواي خوي تورا بي وديارا خطيب هاي ان يشخين يشتاقك على بر لبر عنبريا بينا خوشه وحفته هل يقرب وتاري جمعة ليت وربوني خويا مي بسري هذا أمر كيني تقول أنا خلك جايش كيني هش تأم خطيبان نالن توربي لك داريك أنا عيب داريك ولا ما قال خطيبي بودين توربي عيب داريك أنا فيه لك داريك أنا فيه خطيبي بودي فاكرين لخوي كان وتاري كترخان كذول لها مش أنت وربوه كش فينا وتو مو مشي رشي ريلة شيء ولا مهر جيركاني وخطيبة كاتك أبينا ما مصاعق ودين توربوا ضلي تحملناك على سلوهم إش كان دني سنورة على سلوهم وهتكرني حرمتها علينا أبوه شيراني باش أبوه نفسي خوي شيراني بوشي وابينا أم بودين غيرة قرت وياديك غيرة بودين جورترين عبادته بوشي وابينا لا لبلو يخلق جاب فطرة تيجي شو سلها عرز وجه ويفرمش الله غضبه واحمرت عيناه هاتوش احمر وجهه ده مشاي السور هلقرا ده مشاي السور هلقرا انفعال زياده لا ياخذ شاي سور هلقرا شاي قلت هذا مشاي السور هلقرا قال لي لسه شاي بجناه يعني بو انفعال كم بهر ده مشاي سور بيته بو انفعال زياده بيت شاي شي سور بيته باشا ايش خطيبي وانا بيني امر توزيتو شي انفعال به غيرة على نصرة ديني وسر خسني دينك نايبي بقرا او باشتيكي خراب زان بيالين تندري باشتيكي لو رخناني كلمنا جيلا وتو بوشي واو تاريا وتو ربيتيا ساشكا خطيب يا قبابلين برياري بودر كم شي تسال منبر ابي رازي بي بوي كلاس منبر ورا نبي بيضلي كذا عجزنا بلا كافران ومشركان ونصارى ويهود شنك خطيب تورا بلا وانا تورا ولا مسلمان بتورا ايه الله يضلي يهودي ونصراني وكافر ومشرك ومنافق انا ما يشين وتورا ما بضلي وانا تار ايه تلك وتار واي لهاو چه خير وبركة چه سوديكي تيابو مسلمانا كأنه ينذر جيشه أو جيشه جنزارك كسيك جيش جنزارك
أبي برسترين ضني فيها وبي، لأن كجيش كا تكلابي يا كابن هو سيكي جورا دروس أبي، جام أجر خوي ضني لهمو يعني برسترنا به فينا وتري منذير جيش، كهاتوش كأنه منذير جيش، أقدر كده نوي جيش، أوا سيري شركاء كا ما شرناك أخوي منذير جيش وشرناك، أما لشكري أم كلا قال وعاء لقال لشكري بلان بلا أجنكن. لشكرك أخوان لنا وشركنا بهم يتد ضنجي شمشير ورمو قلغان وعوشتانا بواسيك هي أسبو هي كوتن هي هاوار وهي معنا هموي دروسة به أبي ضنجي أمزال ببسر هموي أنا أو مدير جيش أو نبرز بيته وأو بوضنج برزي بل لشكرك أخوان لنا ليو بوتان هاتن درشن ورنا أم قولانو أو قولا بهيسكن السؤال كان بابرون بو بيادة كان بابينو بو إيرا فلانا كتيبة بكيان كوتو فلانا كتيبة نزيك اللي أنا وفريان كي أمانة توجيهات هي كأنه منذير جيش كواتا يا كم مواصفاتي ويا بضني زور برز بيادة ظال ببسرم لشكرك ما يقدومي منذير جيش يسا تيقشتين إيشا كيتشيا باراستني لشكركيتي لسقوط أبي أويج لو تاركها همو هولي كيبوه بيه إسلامكي ومسلمانان بارزي لسقوط أنجا دواتر زال كردني أن بسر بران برا أبي لو تاركها همو خميكي وبي إسلام زال كابسر ملة كفر يقانا أو منذير جيش منذير جيش يقول صبحكم ومساكم منذير جيش عادة جاري وهي بيانية باشا الله وايه وراها وابي امشرك وتايبي بين نغنايماتياتنا ياخذ يواري الله بيانيه ابي امشرك وتايبي بين ياخذ الله يواري بين بسرمانه بياني بين بسرمانه يعني اشتكى بهند ورغري وتارك الى غرنك بقدر جيانو مردن بقدر تياتوني امه اشتكى الى غرنك وتارك الى غرنك نق او تاري الى غرنك بشوت كلمه بخيانه توسيري شوار كومنتي فيسبوك ودوسيه بوست قبل بياني باسي واك أم قصانا من أي كم بوتيا بخلصانوي أمتيك كاكا بارزقار كردني أمتيك آخر توبتي قصب كي بوي أمتي رزقار كي خودي بو حاضر ناكي بو قصانا خودي بو حاضر كي بجوان ترين شيء ونايلي بخم خوري ونايلي طنق برز ناكي توتيا با وايا چونك منذيري جيش همو خميكي ويا أو جيشا تيانا تيا ومعركة كبباتو يعني خطيب لو تاري جمعيا همو خميكي او اسلامتي او خلقتي انا شي مسلمانا سرخا بسر غير اخوان ايتك يا اخو تاركي وانيه ولا ادا ولا سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع يعني خوشي با شو انك تي سنتي او بزاني و شوازي خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لروي برس كد نور لازم كني ضنوب او شوابو طبعا هندي جاريش أهوان بناوي تيابو هندجار بلند بناوي تيابو يعني لأول وتأخذ بيك رتم نبوة عماري كوري ياسر فرموديك ما مو جارتو لباري خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمي إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مؤنة من فقهه فالمدرجي أن يجي إمام خطيب لقال كرتي بابرين خطبك بلغي لا تيقشني لدينك دليل السرويك مش عرزاء لدينك طبعا بس ما انكر طول خطبة طول صلاتهما بس يوي أن يجي جمعي دريشتبل نجي كاينتري وقصر خطبتهما بس يوي خطبك كرتر بي لخطبك عنتري أما هاتو بوشيو أم تفسيري بوكرا أم تفسيري جل جير روانجي تيا بوكرا جير روانجي ويا كا يا قربيتو ما بس تيا وبيا كا خطبة كيلا نيوجكي كرتر بوا كا وتعرف ليه خطبة حاجة كوتو ولا قال دواد إيواني يا موتمان أفرت يا قفر ميس وري قافم لو تاري أو على بركر كاملا سلا برا هل بيخواني توب وخودة دخو بيا شيء بطبيعي يا والله لبرم كردوا ودياري شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجاري دوباري كله دوبوية أو بيلة بركلاوة على خودي عايشة خاتونا فرمي يكرر
الكلام ثلاث مرات، يا يعيد الكلام ثلاث مرات، زوجة قسكاني سيجار سيجار دوباره أكله حتى يفهم تاكو تيبغن ودست بيو بغن. يورى سورة قاف سيجار لسريك بخيانا روبو هي منية بزانين چنك بيه چه بلعني كمون يسعد ونت بيه چه اگر خطبه حاجة ودعاء أو دانشتني بينه وهستان وعني بخيط سارة چه تسيب ينجدب. وهاتوك عمر كوري خطاب وكل سنن الكبرى هاتوا لا امام احمد جهاتوا عمر كوري خطاب رضا رحمه الله عليه بس ورينا حلي خيان دول سر من برهمي كان زيكي نيو جزء زياترة كاي جعين شد نيو ساعتها كير بيتش اما اقر بيتو يك كلمة شان لي تفسيرنا كذبه لو عمر كوري خطابه هاتوا فرمي تفسيري كرد قشت كلمي او ياخذهم على تخوف وتنازعم تخوف شي دي خوك التفسيري كرد بها زولي فيها شوكا ساعتين ودو ساعتي بو ياخذ باب قصبه بقر خوي باب تكتشني في ريسه صورتك تفسيرنا كم هم يكم طاو جابوا هنديك تلزانا أنا فرمونا أبين يوجاكي دريش تربية لخطبك أنا لين صلى الله عليه وسلم سوري جمع منافقوني خيان يوان يوجاكي إلا بسوينش دقي بيهاتش خطبك أشي بيزدخل هنديك تروا أو تخمين أشي بوك على كل يومك يا شماني أخوة أكر خطبك وبتشارك يطاوبو بلام حقي بابتك بها نك بابتك واباس بكي خلقي لنا وقمانا بجيبي علي وحقي خوشي ني مكي شمان ني خطبك وبا تشاركي بكاك بعد دقة بي بلام حقي بابتك بده هيج نبي أركاني بابتك شروطي بابتك نواقضي بابتك باس بك همو خطبه بي وسياني تيامي ومن باسي إخلاصك أركاني إخلاص شيء باسي شروطي إخلاص شيء باسي كم نواقض الإسلام لبين بركان إخلاص شيء باسي كم أنجع مع حق بابا تماو باشا يتر دواتر مسترزيمات إخلاص وأوانا أو أتوان باسي نكم بلان بما يتوفير إخلاص كم أبي علق لما نوفير كم باشا هر كسي خطبية على سر هر بابتي بكن بقاعدة بابتكان أسيني شروط وأركان كاني أهيني دجكاني فياني بيعو تاربي عادة دجاكاني هلا قريبة وتالي دوم عن تنواكي وتالي كم بابتكان أسيني شرطكاني وركنكاني علي داعني شي وتالي دوم لسي هلو شين روكاني علي أما قريبي سبابتك شيبكي تو وان منك تو باسي إيمان بالله كي تعريفيكي أركانكان إيمان بالله تشي باسيكي شروطكاني كامان باسيكي داني شيء الله سيده دعائي أو إيمان بالله شيء هل يواشينه توش باسك باشا كشيء هل يواشينه ده شيء رجليك يلا ركن كانية كتوحيد الربوبية وأسماء وصفاته وتوحيد الألوهيته إذا شيرك كا جربيته تعطيل به يأخذ جربيته تثبيت به يبود لا أنا هر شيء الجرودة إذا قلت وعد كلو حقيو بابة الدعوة كإيمان بالله إجنا دعاء بشيت التفاصيل بابته كانوا إيمان بالله شون لن يجاب دوزيته شون للزكاة شون لاويا وبابته كتره سر زمان تكاني وبابته كتره أتواني هل يقل لو مسر زمان تاني بكي بوتاري أو يجاك شروط وأركاني خويه هي ولا سري مر بوشي وين جاء فرمي فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة يوا خطبة كانت عن كرد كان ونوجة كانت عن دريش كان وإن من البيان لسحرا سيريك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي خطيبة قربيت لقساء بليغ به سحر لو خلقها وكوا جادويان لك وانده كاريقرية بيلا السريان يعني وكو شون إنساني كاك بجادو بسحر جنكي طلاقه إنساني بجادو بسحر يتم دجونك يبي بخوشي سترين كسي اما سحري حرام وعلماء ببيان رن سحري حلال وايب يلا بلام تو اگر بيتو بيانيكي جوانها بيه
إلا كاريغري أبي لسر أو خلك أوي لسر يتي لا خرافة دسي ليلا قريتي بروشي بروشاك أو سحرك إتوا بي كاريغري نابه وزانان فرمون أم سحري حلالة كاريغري زياتر لسر سحري حرام شو قال فرمي سحر حرامك فرميتي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أو بإذن الله ناتوا أنا زلال بقينا برام أم ينفع بإذن الله بعكسه صلى الله عليه وسلم إن بتوكيدا أم بيانا بيجومان كاريجريه والله جل جلاله كاريجريه بيخوش كهيب على سر خلكي برب عش وبراسي أجر بيان النبي وخذ بك خسارة جيتو هي شيتر عايشة خاتونة فرمي كان كلامه قليلا ولو عاده العاد لعده فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسي كما كد هرب قشتي قسي كم بو أجريك أبي سعبي بجلا لمجلسك أقصى كان يمجان أولا خذ بكاني رسول الله هب وصلى الله عليه وسلم تعظيمي الله كمن شد بمدح ثنائي تعظيمي الله يزورك الدور رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تاركاني أجورها حمد ثناء مدحي وتوه وحمد ثناء مدح قوري بشيويك رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث شفاعي فرمي حمد ثناء مدح يكم فيرك لو بيش فيري نكبه كاكاون بس مش دعاء دعاتر بيام الله هستاي محمد شي دعوه دعوه غايب كفية تبخشي و زورترين بشي وتاري رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن بو سبع اسمان كد وهي خلفاء كانش قرآن بو هرب اسمان وهي سورة قاف وسورة نحل لان امام عمره حتى ابو بكر الصديق ايش هل سلمين بل هر قرآن الله ايش هاتوا كاقات وفاكهة وأبا فرمي فاكهة زاني ماشي أبناء زاني ماشي حمي هاد تفسير قرآن بو بوي ليرو شافعي لا أركان كان باسيا كأكل أركان كان خطبة ويك إلا أبي قرآن تيابه لا أبي قرآن به أمر خلق واز لقرآن وكلامي الله يعني أنت كلامي خلقي ترشح حقا وزوربي وتاركاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كبقرآن بو بابتكان بريتي ولا أصول إيمان وتوحيد وأمر ونهي رجي قيامة بهشت جهنم ولهم خطبيك شاق دغي بدعوكم رأيو أو بابتاني كردوه لهم خطبيك هاني با يقرت يودس قرت بحبل الله داوة ودجي تفرق أو بابتانبوة وشريعتكان الله يرون كردوتو بخلكي فرمان وقدر كاني بجواني بخلكي وتو و اجل لخطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش هاتك بها تاعت بيشو ما ملي لا قلقرت بنمنا حسن ديت مزغوتو لبري تاع بزيت اخوار وخطبه كبره باش يكاين تسلمي برك خطبه شان و بيش هاتك عارضه كده تاع بيشو ياخذ دشتك يا خويا كابجوره لان قرمي خطبه افرمي دخلوا دانو مرومالات ياجو دعاء من بوك دعاء من بوك بيشهاتا بويا بيشهاتي قولي بويا فعلي بويا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابلين والام يدايا وكيشين بو و لكوتاي خطبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكوتاي خطبة دوما دعاك بلام دعاي دورو دريجنا عندك اس دعاكين لو تارقي دورو دريجت دعاي كرتو بخد كإن شاء الله لدرس داتو باسيكين والحمد لله رب العالمين.